بداية لا مفاوضات تحت النار، قلناها مرارا يجب أولا وقف إطلاق النار ومن ثم الجلوس إلى المفاوضات من خلال الوسطاء. ومصداقا لكلامك، العدو الصهيوني بدأ يخسر ويتكبد الخسائر بعد الهدنة الإنسانية الأخيرة من حيث الجنود والآليات أكثر مما قبلها. نعم. لذلك العملية قد تتسارع في الأيام القادمة، قد يدخل الوسطاء لوقف وإنقاذ هذا العدو من إغراقه في رمال قطاع غزة. ونحن ندرك جيدا أن هزيمة العدو قد لا تكون بتدميره عسكريا والقضاء عليه نهائيا، إنما قد تكون بعدم تحقيق أهدافه التي وضعها والتي شن الحرب من أجلها. ويجب أن يدرك العدو أن الحقيقة التي ينكرها هي أن محاولاته لإيجاد بديل عن حركة حماس في قطاع غزة ليس مسألة بسيطة كما يتصورها هذا العدو، بل ربما تكون مستحيلة. سيد وليد، إضافة إلى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أيضا التوترات والانتهاكات ما زالت متصاعدة في الضفة الغربية. ألا تخشى إسرائيل من انتفاضة جديدة في الضفة الغربية ومن تحرك أيضا لفلسطينيي 48؟ الضفة الغربية كانت مشتعلة وفي تزايد قوتها وتزايد العمليات البطولية في الضفة الغربية قبل عملية 7 أكتوبر. لذلك العدو الصهيوني يخشى من انتفاض ونهوض هذا المارد الضفاوي والانقضاض على هذا العدو بشكل كبير كما كان يحصل قبل 7 أكتوبر. ولكن إجرام هذا العدو الذي نراه بشكل يومي، ورأينا البارحة كيف قتل بدم بارد أحد المواطنين الفلسطينيين، أجهز عليه بشكل أمام الكاميرات. لذلك الضفة الغربية لم تهدأ منذ قبل 7 أكتوبر حتى الآن، وهو يخشى من هذه المقاومة المتصاعدة بشكل كبير. ولكن للأسف نرى أن السلطة الفلسطينية تضع يدها مع هذا العدو لتمنع الضفاويين وتمنع أهالي الضفة الغربية من تزايد المقاومة، من الإجهاز على هذا العدو، من تصاعد المقاومة. وهذا لا أظن أنه لا يستمر طويلا إن شاء الله. نعم. فتطلق يد المقاومة سوءنا هذا العدو سوء العذاب بإذن الله وسوء الموت.